الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرقت الأرض بنور ربها صدق الله العلي العظيم. أصبحنا على مشارف الذكرى العظمى المباركة لميلاد سيدنا ومولانا بقية الله وحجة الله وخليفة الله الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد وهو الرابع عشر من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، وهم محمد وآل محمد. في هذا اليوم أسرد 14 كلمة عن المعصومين 14 صلوات الله عليهم فيما يرتبط بالقضية المهدوية المباركة. هذه الكلمات انتخبتها من بين الأحاديث الشريفة الكثيرة، تعلمون الأحاديث فيما يرتبط بهذه القضية المباركة هي بالآلاف وليست بالمئات. كلمة عما يرتبط بكل واحد من المعصومين 14 مع سيدنا ومولانا إمام زماننا صلوات الله عليهم أجمعين.
طبعا هذا يكون بصورة سريعة من دون توقف. هذه الكلمات بحاجة إلى تفصيل، التفصيل في وقت آخر. يعني خلاصة 14 خطبة في هذه الخطبة في هذا اليوم بإذن الله تعالى. وملاحظة، هناك وصف خاص لمولانا وسيدنا بقية الله أرواحنا فداه، هذا الوصف الذي يقام له وبذكره. هذا الوصف الوارد في الرواية الشريفة، أنا أغير هذا الوصف إلى كلمة المهدي في الروايات الشريفة. النقطة الأولى فيما يرتبط بالجد والحفيد صلى الله على الجد وعلى آله الطاهرين وعلى الحفيد صلوات الله عليهم أجمعين، هناك وجوه شبه كثيرة، وهذه تدل على مداليل بين رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وبين الإمام صاحب الأمر خاتم الأوصياء صلوات الله عليهما وعليهم جميعا. إذا أراد الإنسان أن يحصي تلك الوجوه هي كثيرة جدا، أسرد لكم بعضها. أولا، القرآن الكريم عبر عن نعمة إرسال رسول الله وعن نعمة إرسال صاحب الأمر بكلمة المنة، بمادة المنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه المنة التي من بها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، ومنة آتية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا فيما يرتبط بالإمام أرواحنا فداه. ثانيا، كل منهما في كلام الله سبحانه وتعالى عبر عنه برحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الآية المباركة المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا في كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، في حديث لوح فاطمة، وهو حديث قدسي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أعطى هذا اللوح لابنته فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، فسمي بحديث لوح فاطمة، حديث قدسي، هو كلام الله عز وجل. في هذا الحديث القدسي يسرد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واحدا واحدا إلى أن يصل إلى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وأكمل ذلك بابنه، ابن الإمام العسكري، وأكمل ذلك بابنه، ميم حاء ميم دال، الاسم الشريف للإمام أرواحنا فداه وهو اسم رسول الله، وأكمل ذلك بابنه، ميم حاء ميم دال، رحمة للعالمين. ثالثا، القرآن الكريم يبين طريقة النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نفس هذا المعنى في زيارة من زيارات الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه ورد: الصادع بالحكمة والموعظة الحسنة. رابعا، اسمهما وكنيتهما، كل منهما اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عدد أصحابه في بداية انطلاقة النبي صلى الله عليه وآله، عدد أصحابه في بدر كان 313، هكذا بالنسبة للإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه. في بداية انطلاقته عدد أصحابه الحواريون هم 313. النبي صلى الله عليه وآله تعلمون
ما كان يقتل الأشخاص الأعداء الظالمين بنفسه الشريفة، هو ما كان يقتل، لعله ورد في بعض التواريخ أنه نادر من الموارد، لعله غاية ما يقال 6 أشخاص في ظروف خاصة كانت. طبعا إن ثبت ذلك، ولعله أصلا ما قتل أحدا في حياته، إن ثبت ذلك فهناك استثناءات خاصة بصورة عامة. النبي صلى الله عليه وآله حتى في الدفاع عن نفسه، عن شخصه الشريف، ما كان يقتل أحدا. هكذا بالنسبة للإمام أرواحنا فداه، هو بنفسه الشريف لا يقتل أحدا كما ورد في الرواية الشريفة. الملائكة نزلت لنصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في بدر، عددهم حسب الآية القرآنية 5000، ب5000 من الملائكة. هؤلاء 5000 ما صعدوا، بقوا في الأرض وينتظرون ظهور حفيده أرواحنا فداه لكي يأتوا وينصروا أصحابه. نقطة أخرى أو وجه شبه آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله نصر بالرعب في قلوب الأعداء. النبي بأخلاقه السامية، بأخلاقه العالية، وقد رأوه سنوات طويلة، ولكن كان هناك رعب من رسول الله صلى الله عليه وآله في قلوب الأعداء، وحفيده أيضا أرواحنا فداه ينصر بالرعب في قلوب الأعداء. من وجوه الشبه بينهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قتل على يد امرأة، وهكذا يكون بالنسبة إلى حفيده أرواح العالمين فداه. هذه الكلمة الأولى فيما يرتبط. طبعا وجوه الشبه كثيرة، كثيرة جدا إذا أراد الإنسان أن يحصيها، ولكن هناك فارق بين الجد، طبعا فوارق من جملة الفوارق بين الجد والحفيد. الفارق أن الجد بدأ الطريق لبسط العدل على الأرض، والحفيد سيحقق ما بدأ به جده صلى الله عليه وآله، يبسط العدل، هذا الشيء الذي تطلع إليه جميع الأنبياء، تطلعت إليه البشرية، سيحققه. هذه الكلمة الأولى ما يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله والإمام. الكلمة الثانية أمير المؤمنين وصاحب الأمر أرواح العالمين فداهما. كتب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنا أكثر كلامي هذا اليوم قراءة نصوص شريفة، أحاول لا أعلق إلا تعليقات قليلة جدا. كتب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتاب له إلى معاوية، كتاب مفصل، مقاطع من هذا الكتاب. يقول له: رجل من ولدي، أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه، رجل من ولدي زكي نقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإني لا أعرف اسمه، ابن كم هو يومئذ وعلامته وعلامته، وهو من ولد ابني الحسين الذي يقتله ابنك يزيد، وهو، يعني الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، الثائر بدم أبيه سيد الشهداء صلوات الله عليه، يبعث الله للمهدي أقواما يجمعون من الأرض. هذه الكلمات التي انتخبتها كل كلمة تبين جانبا من القضية المهدوية المباركة، طبعا الجوانب كثيرة جدا لكن لا تكفي لها آلاف الخطب، لا مئات الخطب، ولكن هذه الروايات الشريفة منتخبة كجوانب، بيان جوانب من القضية. يبعث الله للمهدي أقواما يجمعون من الأرض، فيدخل المهدي الكعبة ويبكي ويتضرع، قال جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا لنا خاصة أهل البيت،
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما والله يا معاوية لقد كتبت إليك هذا الكتاب وإني لأعلم أنك لا تنفع به، يعني لا تنتفع به، وأنك ستفرح إذا أخبرتك أنك ستلي الأمر وابنك بعدك، لأن الآخرة ليس من بالك وإنك بالآخرة لمن الكافرين وستندم كما ندم من أسس هذا الأمر لك وحملك على رقابنا حين لم تنفعه الندامة. إذن يا أمير المؤمنين، لماذا كتبت هذا الكتاب إلى معاوية وأنت تعلم أنه لا ينتفع بهذا الكتاب؟ ومما دعاني إلى الكتاب بما كتبت به أني أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك لشيعتي ورؤوس أصحابي لعل الله أن ينفعهم بذلك. هذا الهدف الأول من كتابة هذا الكتاب. الهدف الثاني، أو يقرأه واحد من قبلك من جماعتك فيخرجه الله به وبنا، به يعني بالكتاب، بهذا الكتاب، وبنا من الضلالة إلى الهدى. الهدف الثالث، وأحببت أن أحتج عليك، تتم الحج عليك. طبعا هذه مقاطع استقطعتها من هذا الكتاب الشريف. فكتب إليه معاوية: هنيئا لك يا أبا الحسن تملك الآخرة، وهنيئا لنا نملك الدنيا، بلا تعليق. الكلمة الثالثة فيما يرتبط بسيدة النساء مع حفيدها صلوات الله وسلامه عليهما، كلمة مشهورة تعرفونها، ورد في حديث، في أحاديث شريفة بطرق متواترة، ليس حديث واحد، أحاديث، أن المهدي هو من ولد فاطمة صلوات الله عليهما. ما هو معنى هذه الكلمة؟ التركيز على هذا المعنى في الرواية الشريفة لماذا؟ جوانب وجوانب، بعضها نعرفها، أكثرها لا نعرفها. لعله من جوانب هذه الكلمة التي ركز عليها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه بشارة لأحبابها، لخدامها، لعبيدها. وهذه الكلمة تهديد لأعدائها: أيها المحبون لفاطمة، أيها القدام لسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، اعرفوا أن الذي بيده قدرات الكون هو ابن فاطمة. وأيها الأعداء لفاطمة، أيها الأعداء للقضية الفاطمية، اعرفوا هذا الذي تعادونه القضية الفاطمية، هذه التي تعادونها سيدة نساء العالمين، الذي بيده قدرات الكون هو حفيدها، الذي ينتقم من الظالمين حفيدها. شاعر شعبي عنده قصيدة شعبية يخاطب أعداء فاطمة، يقول: بالشعر العامي يقول: وأم حسين سلام الله عليها، وأم حسين ترى عندها ولد موجود، إذا يظهر يقيم عليكم جناية، أبو صالح سلام الله عليه قريبا يفقس لكم عين، وعلى رغم النواصب يرفع الراية. رابعا، الإمام المجتبى وحفيده الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليهما، كلمة
هذه الكلمة وردت متواترة تبركا. أقرأ هذه الكلمة الشريفة، يقول عليه الصلاة والسلام الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، يقول الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12، 9 من صلب أخي الحسين ومنهم مهدي هذه الأمة. خامسا، سيد الشهداء والإمام صاحب الأمر، بعدما حدث ما حدث في عاشوراء من تلك المصيبة العظمى، الملائكة كانت قد رأت مصائب ومصائب من قبل، مصائب الأنبياء الصعبة الصعبة جدا، مصائب رسول الله، مصائب أمير المؤمنين، مصائب الصديق الكبرى، مصائب الإمام المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن قضية عاشوراء كانت قضية ثانية، الملائكة ما كانت تتمكن أن تتصور أن الأمور تصل إلى هذا الذي وصل إليه، وصلت إليه. خرجت، أنا تعبيري خرجت من طورها الملائكة، ضجت إلى الله سبحانه وتعالى بالبكاء. قالت مضمون كلامها: إلهي، يصنع بالحسين ابن رسول الله هذا الصنيع؟ كيف سكن الله سبحانه وتعالى روعة الملائكة وألمهم ومصيبتهم؟ أظهر لهم تمثال مظهر من حفيد الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، من حفيد الإمام الحسين وهو صاحب الأمر أرواح فداه. وقال عز وجل للملائكة: وبهذه الكلمة سكن روعتهم، سكن مصيبتهم. والمصيبة لا تسكن كاملة، ولكن قال الله عز وجل، أشار إلى تمثال الإمام صاحب الأمر وقال: بهذا أنتقم لهذا. أنتقم للإمام الحسين بمن؟ بهذا أنتقم. الإمام صاحب الأمر تمثاله، اسمه يسكن المصائب والآلام. تلك المصيبة العظمى سكنت فورتها عند الملائكة، والملائكة عظام، والملائكة يعرفون ويفهمون. عندما أظهر الله سبحانه وتعالى لهم تمثال صاحب الأمر أرواح نافداه، الإمام زين العابدين والإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداهما، يقول عليه الصلاة والسلام، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام المهدي أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوته. حقيقة كلمة عجيبة، صلى على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. دنيا بدون أمراض، هذه جنة أم دنيا؟ دنيا بدون مستشفيات، دنيا بدون تحليل دم، دنيا بدون دواء، ليست أشبه بالجنة هذه الدنيا؟ في زمن الإمام هكذا سيكون. الإمام الباقر والإمام صاحب الأمر، هذا الحديث، هذا المعنى ورد مستفيضا. سيحدث شيء قبل ظهور الإمام أرواحنا فداه في هذه الكائنات كلها، هذا مما سيحدث. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في حديث مستفيض وبعض الطرق طرق معتبرة، يقول: آيتان تكونان قبل قيام المهدي أرواحنا فداه لم تكونا منذ هبط آدم إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. الشمس لا تنكسف في نصف الشهر، تنكسف في آخر الشهر. القمر لا ينخسف في آخر الشهر، ينخسف في نصف الشهر، دائما هكذا، قاعدة علمية لا يمكن أن يحدث خلاف هذه القاعدة العلمية، قاعدة علمية مؤكدة واضحة بديهية، ولكن سيحدث قبل قيام الإمام أرواحنا فداه. هذا معناه أنه سيحدث تغير في الكون، حركة الشمس تتغير، حركة الأرض تتغير، حتما سيحدث ذلك، شيء يحدث وإلا غير ممكن.
نعم تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. في بعض الروايات الشريفة آخر شهر رمضان يعني خمسة أيام، يعني لخمس حسب تعبير بعض الروايات الشريفة لخمس بقينا من شهر رمضان في آخره يعني أواخره. فقال رجل يا ابن رسول الله، هذا الرجل لعله تصور أن الإمام أخطأ في الكلام وحاشاه أن يخطأ. الإمام قال تنكسف الشمس في نصف الشهر والقمر ينخسف في آخر الشهر، هذا تصور أن الإمام أخطأ والعياذ بالله، حاشا للإمام أن يخطأ. فأراد أن يصحح أن الخسوف يكون في النصف، الكسوف كسوف الشمس يكون آخر الشهر. فقال رجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر عليهما الصلاة والسلام إني أعلم ما تقول. يعرف أنا من البداية جاي أقول هذه القضية ما حدثت منذ هبط آدم، هذه قضية خاصة. إني أعلم ما تقول ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم. الإمام الصادق والإمام صاحب الأمر صلوات الله عليهما. في كامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث مفصل يقول كأني بالمهدي على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله فينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد. ويعطى المؤمن قوة 40 رجلا فينحط عليه، ينزل على الإمام أرواحنا فداه 13,000 ملك و313 ملكا. قلت كل هؤلاء الملائكة 13,000 و313 كل هؤلاء الملائكة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. من هم هؤلاء؟ الذين كانوا مع نوح في السفينة، الملائكة التي كانت مع نوح، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، و4,000 مع النبي صلى الله عليه وآله. إخواني الملائكة التي نزلت يوم بدر 5,000 كلهم مسومين، 1,000 منهم يعبر عنهم بمردفين، المردفون هم من المسومين طبعا، ولكن أحيانا يعبر 4,000 مسومين 1,000 مردفين، المجموع كله 5,000 مسومين، 4,000 ملك مع النبي صلى الله عليه وآله مسومين، 1,000 مردفين، 313 ملائكة بدريين. يبدو غير 5,000 313 بعدد البدريين أيضا من الملائكة كانوا في بدر، 4,000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن لهم في القتال، هؤلاء كلهم بقوا في الأرض، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام المهدي إلى وقت خروجه عليه الصلاة والسلام. تاسعا الإمام موسى بن جعفر وحفيده صاحب الأمر صلوات الله عليهما. يقول الإمام موسى بن جعفر إذا فقد الخامس من ولد السابع، المعنى مو واضح؟ واضح جدا، السابع هو الإمام موسى بن جعفر، الخامس من ولده من؟ الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري صاحب الأمر أرواحنا فداهم. إذا فقد الخامس من ولد السابع، فقد غاب، فالله الله في أديانكم. بركات الإمام موجودة ولكن بركات النظر إلى الإمام هذه عظيمة جدا، هذه خفيت. فالله الله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، أو أكثر من كان يقول به، أكثر من كان يقول بهذا الأمر يعتقد ولاية أهل البيت يرجع العياذ بالله تعالى. إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه. الراوي ما افتهم، ما عرف السابع الخامس من ولد السابع يعني ماذا. فقلت يا سيدي من الخامس من ولد السابع؟ فقال عليه السلام يا بني يا بني
عقولكم تصغر عن هذا؟ أو لعله سؤال هذا، عقولكم تصغر عن هذا؟ ما تفهم أنا إيش جاي أقول؟ أنا الإمام موسى بن جعفر في زمن ضغوطات ما أتمكن أتكلم، أعرف أنت. الإمام الرضا والإمام صاحب الأمر صلوات الله عليهما في حديث صحيح، صحيحة الريان بن الصلت الصحيح على الأصح، سأل من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: هل أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا صاحب هذا الأمر، ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملأ الجورة. صاحب هذا الأمر، كل إمام صاحب هذا الأمر، ولكن ذاك الذي أنت تقصد لا، هو لا، هو شخص آخر. وكيف أكون ذلك؟ هذه الرواية عجيبة حقيقة في القدرات الجسمانية للإمام صاحب الأمر الروح نافذة. وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإن المهدي أرواح نافذة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان قويا في بدنه. حقيقة قوة عجيبة جدا، هذه القوة ليست قوة الإعجاز، قوة الإعجاز موجودة عند كل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عند كل الأنبياء والأوصياء، لا، هذه القوة التي يذكرها الإمام صلوات الله عليه، الإمام الرضا صلوات الله عليه، يذكر قوة بدنه، القوة الجسمانية الطبيعية لبدنه. كيف؟ إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان قويا في بدنه، حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها. ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، ذلك الرابع من ولدي. الإمام الجواد والإمام صاحب الأمر الروح نافذة. عبد العظيم الحسني سلام الله عليه المدفون في ري يروي عن مولاه الإمام أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، يقول له الإمام الجواد صلوات الله عليه: يا أبا القاسم، أبا القاسم كنية عبد العظيم الحسني، يا أبا القاسم، ما منا إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل وهاد إلى دين الله، ولكن المهدي الذي يظهر الله عز وجل، عفوا، المهدي الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطا، هو الذي تخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه ويحرم عليهم تسميته، وهو سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، يعني كنيته كنية النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي تطوى له الأرض ويذل له كل صعب ويجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض. دققوا كلمة من أقاصي الأرض، ليسوا هم من بلد واحد، من بلاد مختلفة. وذلك قول الله عز وجل، هذه الآية أولت بأصحاب الإمام: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت، هذا شرط ظهور الإمام، فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهره الله، أظهر الله أمره. فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله. طبعا قلت لكم هو الإمام مباشرة ما يقتل، ولكن جيشه بأمره يقتلون أعداء الله، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل. فإذا دخل المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، أخرج اللات والعزى فأحرقهما. الكلمة الثانية عشرة بين الإمام الهادي وحفيده، لا، هذه الكلمة عن العلماء في زمن غيبة حفيده. يقول الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام: لولا من يبقى بعد غيبة مهديكم صلوات الله وسلامه عليه من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله
والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. بركة علمائنا، أدام الله ظلهم حفظهم الله. ولكنهم، يعني العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. الكلمة الثالثة عشرة، الإمام العسكري وابنه. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذكر بسند عن السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، عمة الإمام العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، قالت: بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي الإمام العسكري عليهم الصلاة والسلام فقال: يا عمه اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة. فقلت له: ومن أمه؟ آثار الحامل ما كانت ظاهرة على السيدة نرجس سلام الله عليها. فقلت له: ومن أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لي نرجس. قلت له: جعلني الله فداك، ما بها أثر؟ أثر الحمل لا يوجد. فقال عليه الصلاة والسلام: هو ما أقول لك. قالت: فجئت، فلما سلمت وجلست جاءت السيدة نرجس، جاءت إلى السيدة حكيمة، جاءت تنزع خفي وقالت لي: يا سيدتي. السيدة نرجس تقول للسيدة حكيمة: يا سيدتي وسيدة أهلي وسيدة أهلي، كيف أمسيتي؟ فقلت، السيدة حكيمة تقول للسيدة نرجس: فقلت: بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عم؟ السيدة نرجس تسأل: كيف أنت بنت الإمام الجواد تقولين لي أنا سيدتك؟ فأنكرت قولي وقالت: ما هذا يا عمه؟ فقلت لها: يا بنية، إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. فخجلت واستحيت. تقول السيدة حكيمة: نمنا ثم قمنا لصلاة الليل، السيدة نرجس قامت لصلاة الليل، ثم بعد صلاة الليل نمنا، إلى أن تقول السيدة حكيمة: وخرجت أتفقد الفجر، قريب الفجر، فإذا أنا بالفجر الأول، الفجر الكاذب، بين الفجر الكاذب والفجر الصادق في هذه البلاد لعله بين نصف ساعة تقريبا، قريب نصف ساعة، طبعا الفصول المختلفة الوضع يختلف فيها. وخرجت أتفقد الفجر، فإذا أنا بالفجر الأول، يعني الفجر الكاذب، وهي نائمة، فدخلني الشكوك، فصاح بي أبو محمد عليه الصلاة والسلام من المجلس. في نفسها حصل شيء، الإمام العسكري فورا عرف، من غرفته ناداها، فصاح بي أبو محمد عليه الصلاة والسلام من المجلس فقال: لا تعجلي يا عمه، فهاك الأمر قد قرب. إلى أن تقول السيدة حكيمة: فبينما أنا كذلك إذ انتبهت السيدة نرجس فزعة، فوثبت إليها فقلت: اسم الله عليك. ثم قلت لها: أتحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عمه. فأخذتني فترة وأخذتها فترة، فانتبهت بحس سيدي، يعني صاحب الأمر، مرة واحدة سمعت صوت سيدي صلوات الله وسلامه عليه، فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجده، فضممته إليه. فصاحبي أبو محمد عليه الصلاة والسلام: هل أمي إلي ابني يا عمه؟ فجئت به إليه فأدلى لسانه في فيه، وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال: تكلم يا بني.
فقال الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام إلى أن وقف على أبيه، إلى الإمام العسكري صلى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. الكلمة الأخيرة، الكلمة 14، الإمام صاحب الأمر والإمام صاحب الأمر، في كلمة له أرواح العالمين فداء، في كتاب له يقول: وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، بمقامه، ببركاته، ببركات هذه الأيام المباركة، أيام مولده الشريف، اللهم بحقه عجل له الفرج، اللهم بحقه عجل لهم الفرج، اللهم بحقه عجل لنا الفرج بفرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين